زعل منك كده يا مفروض. لف ودوران والشغل اللي انت عملتيه ده انا ما بحبوش. تليفون صور واجيب لك الواد لحد عندك. انما تكلمي حسن لا. انا مسافره مصر. بالسلامه. مش هرجع تاني. ليه؟ هاتني اللي هناك. كنت جايه اشوف ولدي وقصدي حسن عليه. وما كلمتنيش انا ليه؟ ريتال انا مسافره ومش راجعه تاني. وكنت جايه اشوفه لاخر مره. خلي بالك منه. بتقولي لنا الكلام ده دلوقتي ليه يا مفيد؟ عبد الحكيم في عيني من اول ما دخل البيت ده وانا حاطاه في قلبي وبعتبره زي عبد الله بالظبط ويمكن اكتر. ما تقلقيش عليه. اوعي تفتكري ان انا ممكن اذي عيل صغير يا مفيد. هيبقى غصب عنك. قلبك هيميل لعبد الله اكتر منه. مش هتقدري تنسي انه والد مفيد. ابن حسن المفيد. تعالي تعالي يا مفيد. هتسيبي البلد ليه يا مفيد؟ عشان زهقت من عيون الناس وكلامهم عليا في الرايحة والجاية. عشان مش عاوزة كل ما اطلع من البيت أفكر 100 مرة أمشي في أي شارع ولا حارة. الناس عفشة قوي يا ريتال. خدي دول يا مفيد. مستورة الحمد لله. بس سايق عليك النبي. خلي عبد الحكيم أمانة في قلبك. مش هقول لك عامليه كيف عبد الله. بس عامليه زين. هو في الأول والآخر عيل صغير مالوش ذنب في اللي بيحصل ده. اعتبريه يتيم يا ريتال. اللي انت بتقوليه ده مفيد. أنا هستنى إنك تكلميني عشان تيجي تشوفيه. أقول لك على حاجة، أنا ممكن أجيبهولك لحد مصر كمان. ولدي أمانة في يدك يا ريتال ليوم الدين. ايه الاخبار يا ابو علي؟ تمام الحمد لله. الحمد لله على كل حال. انا كنت عاوز اتكلم المحامي يجيب لي تصريح، عاوز ازور امك كريمه. حصل وعملت كده. تصدق يا واد انت ابن حلال. فانا عايز اروح لها واقول لها ان فرح شهد جرب، وكمان عايز اعرف اذا كانت تحضر ولا لا. عشان كده اجلت الفرح. انا كنت ممكن اوافق ان الفرح يكون بعد الحنه طوالي. بس قلت وقعد استنى بعد لما كريمة تبقى جنب بنتها ليها وضع تاني. هي شهد كان عايزك ده. هي صح ما طلبتش، بس الواحد لازم يبقى حسيس وفاهم ولا ايه؟ صح. هتروح لها انت ولا اروح لها انا؟ انا وانت واحد. كنت عاوزك في حاجه تانيه. عايزين نعمل صلاه جاريه لروح امك الله يرحمها عشان الناس تترحم عليها. شوف بقى وقول لي ممكن نعمل ايه؟ اللي انت شايفه اخويا. ايوه. انت بتقول ايه؟ طب اكفي. في ايه يا حسن؟ في ده اتقلبت بيها العربيه. طب مستني ايه؟ روح شوفها وطمني. يلا يلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جيب العواقب سليم يا رب. ماشي يا حسن. ما تهدي يا ريتال. مفيش حاجة حصلت يعني. هتلاقيه جري وراح لها. يا ستي وماله؟ ما هي البنت غلبانة وما عندهاش أي حد يراعيها. أقطع دراعي من هنا يا زينب، أما كانت لعبة هما الاتنين عاملينها عليا. ده شغل جوازي وأنا عارفاه كويس قوي. الله. معقولة أنت لسه بتفكري كده برغم كل اللي عملتيه معاها؟ طب خلاص يا حبيبتي، احنا بعد شويه هنعرف الحقيقه. ولو طلع الموضوع لعبه اعملي اللي انت عاوزاه يا ستي. خلي بالك يا ريتال، سوء الظن هو اللي بيجيب مشاكل. ماشي يا زينب، هسكت ومش هفتح بقي. بس انا وانت اهو، ما كانت لعبه عاملاها البت دي علينا. طمنا يا حسن، ايه الاخبار؟
عملت ايه حسن؟ حالتها صعبة قوي. يعني ايه حالتها صعبة؟ والله الدكاترة قالوا كده يا ريتال، يمكن ما تعرفش تتحرك تاني خالص. انت بتكذب عليا مش كده؟ بتكذب عليا حسن، ودي لعبة انتوا الاتنين عاملينها عليا عشان تجيبها تقعد هنا مش كده؟ تقدر تروح المستشفى وتسألي. بس يا ريتال قولي يا حسن، هي حالتها صعبة قوي كده؟ ايوه. طب خلاص انا هروح ازورها. المشكلة انها محتاجة رعاية، هتطلع من المستشفى تروح فين ومين هيقعد معاها؟ مش عارف هعمل ايه. ناوية تعملي ايه بقى؟ هاجي معاك يا زينب. عامله ايه مع فتحي؟ عالي يا اخويا الحمد لله. الحمد لله وربنا يصلح حالكم. يا رب يا اخويا. بقول لك ايه، انا ما بقتش فاضياله، انا وقتي كله رايح. رايح على ايه؟ على الجروب، زوجات ضائعات. تعرف يا اخويا البلد مليانه مشاكل، كل يوم حاله طلاق، اللي طلق مراته عشان حلت الملوخيه، واللي طلق مراته عشان ما بتعملش الويكه، واللي فتحت الباسورد بتاع الموبايل، حاجه مش معقوله. لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. المهم فتحي عامل ايه في الشغل؟ باب النجار مخلع، وأنا مكسوفة أقول لك خده معاك لأنه ما بيسترش. سيبيه أنا هتصرف معاه. المهم أنا كنت عايز في موضوع مهم. قول يا أخوي. أنا جايبك هنا عشان أقول لك ورث جدي إيه، والأرض أنا هزرعها كلها مش هفتتها. يا اخويا عين العقل، هي الارض تنفع لو اتفتتت؟ الارض لازم أن تكون جار بعضها. عندك حق، وحسابك انا هحطه في البنك، او ادهولك تشتري بيه ذهب، او ترمي لي الفراخ، انت حره. ربنا يخليك ليا يا كبير، بس يعني فتحي انا لسه كنت بتكلم مع عمتي، انا هفتح له مشروع. جد؟ مشروع ايه؟ فتحي عايز يقعد والفلوس تيجي لحد عنده. انا هفتح له دكان. دكان؟ دكان ايه يا اخوي؟ يبقى متجوز شمس بنت عبد الحكيم من بيت عبد الجواد، ويبقى هو عنده دكان؟ لا خلاص يا ستي، سوبر ماركت. بقول لك ايه، ما تفتح له بلاي ستيشن. فتحي بيموت في الانترنت، طول النهار بيلعب ببجي، وجايب فرقه محروس والعيال كلها. ده بوم 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 بلاي ستيشن. انت هبله بهزر معاك. خليها سوبر ماركت.